السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هعمل لكم طريقة الكوسة بالبشاميل والرز بالبشاميل. هنبتدي نقول بسم الله الرحمن الرحيم. احنا معانا هنا نص كيلو لحمة مفرومة ونص كيلو كوسة متقطعة بالطريقة دي كده رفيعة، مش تخينة قوي، وبصلة وفلفل رومي وصلصة طماطم. هنروح نعمل الأول تعصيقة اللحمة وبعد كده نشوف هنعمل ايه مع بعض. انا حطيت اللحمه على النار من غير ولا دسم ولا اي حاجه، بس خدتها بس تقليبتين كده اهي، هي هتنزل الدسم اللي فيها، مش عايزه احط فيها اي دهون. وهحط فيها التوابل، رشه جوز الطيب ومعلقه بابريكا صغيره ومعلقه فلفل اسود صغيره ومعلقه ملح. لما بتتبلي اللحمه كده في الاول بيبقى ليها ريحه حلوه والتوابل بتدخل فيها وبتبقى طعمها حلو. معلقتين صلصة كبار، وهغطيها واسيبها كده تتسبك مع بعضها. احط فيها شوية زيت، شوية صغيرين، وهحط مكعب جدا يدي طعم، وما حطيتوش في الاول عشان ما يحرقش، وهرش عليها رشة ملح. رشة فلفل هعمل البشاميل، احط شوية زيت ومعلقتين زبدة دول 4 معالق كبار دقيق. بصوا الشكل دي عامل ازاي، ونحط اللبن، ده كيلو لبن، انا حطيت ما حطيتش اللبن كله، في ربع اهو، هنشوف لو محتاجه هنزود. انا حاطه على النار هنا 3 كوبايات ميه وغلو، احط عليهم معلقه زبده وملح، نص معلقة ملح، وهنزل عليهم 3 كوبايات رز مغسولين. بس هسيبهم يشربوا ويستوي كأنه رز عادي بيستوي خالص، وأول ما يشرب نوطي عليه لحد ما يستوي، وبعد كده نبقى نحط عليه البشاميل. أوريكم هنحط عليه البشاميل ازاي. دلوقتي نسيبه يتشرب ونروح نعمل الكوسة.
بس كده بالشكل ده هدخلها بقى الفرن، ولما تطلع هوريها لكم ونعمل كمان الرز. وكده هدخله الفرن، وده شكلهم بعد ما طلعوا من الفرن، شكلهم حلو قوي اهي من جوه اهي، والكوسه اهي برضو من جوه.